برعاية وزارة الثقافة واحتفاء بيوم المسرح العالمي، قدم المسرح القومي بطرطوس على خشبته عرضا مسرحيا منوعا بعنوان مين المفتش، وسط حضور فعاليات رسمية وأهلية. حبينا نحتفل بيوم المسرح العالمي، فعملنا تنويعات شرطية سميناها عرض مين المفتش، تنويعات شرطية على نص المفتش العام لنيكولاي غوغول، نص روسي يعني. فهي لعبة رح نلعبها اليوم احتفالا بيوم المسرح العالمي من هون، وإن شاء الله كل عام والمسرحيين بألف خير. عملنا بروفات يعني قليلة، وعملنا على نص لغوغول ميرخولد يعني هو اسمه المفتش، ولعبنا فيه لعب يعني هو نحن بس أخذنا رؤوس المشاهد يعني مع غيس، وبعدين نحن لعبنا فيه لعب يعني مثل ما شايفين يعني يمكن كل يوم بروفة شكل، ويمكن كل يوم يكون في عرض شكل يعني. نحن بمناسبة يوم المسرح العالمي حبينا نقدم شيء من الواقع، يعني نحن كنا عم نشتغل على نص مفتش غوغول، حبينا نقدم شيء من الواقع أو نخليه بنظرية هنا والآن. كتير 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 كان عمل حلو معبر صراحة، بننبسط بهيك شباب إنه عم تعطي وبسعادة وحب. برافو برافو اليوم، أول مرة بشوف أنا هيك شيء بطرطوس. كتير حلو، كتير حبيت، كتير رائع رائع جد، كتير حلو. يأتي هذا العمل المسرحي كختام للورشة الأولى للمختبر المسرحي موج، والذي ضم مجموعة من الممثلين الشباب ليكون نتاج عمل وجهد وعمل مسرحي متكامل. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس.